بسوي وياكم اليوم سلطة تركية جافوردا اسمها. أول شيء عبارة عن خيار نقطعه مكعبات أو مثلثات صغيرة، طماط مخلي من اللب، شايل اللب وقطعة مكعبات صغيرة بعد، وعندي فلفل أحمر ملون ونفس الشيء تقطيع ناعم، فلفل أخضر وقطعة. عندي الحين البصل، أنا أحب البصل الأحمر لأن البصل الأحمر راح يبين بالسلطة. فرم ناعم قد ما تقدرون، هي السلطة لازم كلها فرم خشن. الحين عندي كزبر والمفروض فيها بقدونس، بس مدام حطيت كزبر حطيت معاه نعناع واكتفيت بهالخضرة والورقيات. يوز فريش راح أفرمه فرم خشن، طماط، فلفل أحمر بارد، خيار، فلفل أخضر بارد، بصل، كزبر ونعناع مفرومين، رمان، يوز مفروم، ونخلطهم. بنسوي الدريسنج، عصير ليمونتين، زيت زيتون، نعناع مجفف، نتفة كمون، قفشة شاي ملح، قفشة كبيرة شكر، فلفل أسود، ترس الرمان، قفشة شاي ثوم. بهالمرحلة أذوق الدريسنج، حسيته يحتاج شكر زيادة، زدت الشكر والحين ذقته بيرفكت. من السلطات المشهورة واللذيذة واللي لازم تحطونها في المنيو. بالعافية.